اليوم تحدي بين علي معلول وعلي لطفي. من الفائز؟ مين؟ انا. اشمعنى انت؟ هنكسبك دلوقتي. يلا استنى 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 بتاعتكم. ايه ده خلاص يا بابا، انت باين الورق كله. باين في ايه؟ انا عارف اللي جوه الورق. سؤال يا عم، لماذا سمي البحر الميت بهذا الاسم؟ بحر ايه؟ ميت. بحر ميت. مفيش إجابة عندك؟ إجابة كمان؟ البحر الميت، ده دي خدناها والله يعني زمان، خدتها في الجغرافيا والله. بس أفتكر شوية بس الأول. استنى علي، البحر الميت هو المفروض في وقت. ماشي، على حسب ان انا فاكره عشان ما كانش فيه سمك، صح ولا غلط؟ الحمد لله. لا 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 بلاش السؤال ده، لا صعب صعب والله، صعب علي صعب. والله انا مش هسمع صوتك للناس والله، بتنفضح والله، تبقى صوتك وحش يا علي. اللي هتغني مش انا، ما انا صوتي اوحش منك. نغير السؤال ده بس هنشت. ماشي، لو جالك سؤال صعب عدي. لا انا عايز افهم الخط بس لو. ماشي، سؤال سهل جدا عادي. من هو مؤسس جائزة نوبل؟ سهلة بقى، سهلة يا علي والله. سهل، تعرف؟ سهل. تعرف مين؟ هو بص، اللقب زي الجائزة، اسم بقى. حاجة نوبل يعني؟ نوبل في الآخر. نوبل في الآخر؟ أنا سهلتها لك. خلاص نوبل. نوبل مش ده الاسم اللي مش طويلة. مين طيب؟ أنا ليه سؤال يعدي؟ لا طب إيه الاختيارات؟ ماركوس نوبل. قول أيوة ماشي قول. ألفريد وسيباستيان. ماركوس وايه تاني؟ سيباستيان ده كان مدرب معانا يا ابني. انا جبت لك اسم انت بس، وانت قول لي بس. ممكن يكون هو برضه. لا يبقى مش هو. ماركوس ألفريد نوبل. سيباستيان ده كان مع جد بس غير ان شاء الله. طب ماشي، قول لي نكتة بايخة وما تضحكش. انا اللي اقول لك؟ لا انا اللي اقول لك. ما تقول. ايوه طبعا. وانا ايه اللي بسأل اسئلة وبجاوب انا كمان؟ طب انا هقول لك النكتة بس انت تقعد باصص لي بقى. لا لا تقعد باصص لي بقى. يلا امسك نفسك، خد نفس عميق. بسم الله الرحمن الرحيم. بص لي. لا بس يلا امسك نفسك. بس مش هي بايخ وانت هتضحك على النكته بايخه؟ لا ماشي، مش هعمل لك رياكشن اهو. استنى اجيب لك نكته بايخه. اجيب لك نكته من فيلم علي حلوه. بيقول لك في قنبله وقعت على قهوه عملت بن. سلس. مش حلوة؟ لا حلوة. وحشة؟ لا تاني بقى. ضحك.
لسه وصل لك دلوقتي. ماشي يا علي يلا همثل لك فيلم حاول تعرفه بقى. ماشي يلا نمسك المايك كده. قول اي فيلم. طب ما تقولي طيب الفيلم يعني مكون من كم كلمة ولا ايه؟ كلمة اه عربي ولا عربي؟ تمام. تاني لا تاني. طيب يا شيخ يزلق الفيل في الازرق. ماشي بص يا سيدي، ما هي اكبر مدينة في اوروبا؟ عادي سهلة علي. سهلة علي. انت شكلك ما درستش جغرافيا علي. اكبر مدينة في اوروبا؟ اوروبا ولا افريقيا؟ اوروبا. ما انت بتقولي سهلة علي. لا اوروبا سهل. لندن صح ولا غلط؟ صح. انت حظك بقى، انت وحظك يا لولو يا لولو يا لولو، انت وحظك بقى. ده اصعب من ايه قبليه على سوق الخط. بس دي حلوه علي، شكلها حلو قوي. هديك جمله علي، هذا خمس مرات ورا بعض بس حاجة سهلة أوي. أقولها لك؟ شرشفنا مع شريف وشرشف شريف زي شرشفنا. تعيدها خمس مرات ورا بعض. شرشفنا مع شريف وشرشف شريف زي شرشفنا. شرشفنا مع شريف. اتفضل يا حبيبي خمس مرات ورا بعض. عدوا لي بس يا جماعة. شرشف. طب استنى طيب عشان ما انساهش. شرشفنا مع شريف وشرشف شريف زي شرشفنا. 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 لا 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 هي هي خلاص بقى عشان المصداقية. هنجيب لي ورقة صعبة عادي. ماشي. من كم رقم يتكون الرقم القومي؟ يتكون الرقم القومي من كم رقم؟ رقم قومي يعني ايه؟ فسر لي بس عشان اعرف. بطاقة مثلا زي عندنا في مصر. عندكم بطاقة برضو ولا عندكم ايه؟ لا عندنا باسبور. ما عندنا بطاقة. عندنا بطاقة. بس انت عايز المصري ولا التونسي؟ لا بجد مصري ولا تونسي؟ وانا عندي بطاقة مصر. طب ماشي خلاص ممكن نغير السؤال. لا 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 ماشي. عشان عارف الإجابة. طب التونسي التونسي في 8. بس انت اديني اختيارات بقى وانا هعرف لك بقى. طب السؤال مش 8. ما تغششونا يا جماعة. اسهلها لك بس ايه عشان بس ما تقولش حاجة غلط عشان نبقى كرمة معاك. بس الرقم اللي بيتكون منه البطاقة كان في لعيب هنا بيلبس التيشيرت دوت وكانت الجمهور بتحبه جدا وكان كابتن فرقة واعتزل يعني من قريب. اللي اعتزلوا من قريب كابتن عماد متعب وكابتن حسام غالي هم دول. ومتعب لبس 19 يبقى حسام غالي بقى 14. مش عارف حاجه.
استنى بس هوب كوبين بيجوك أسئلة عالمية عالي والله. هقوله لك ولا بلاش نمشي أحسن؟ هو أنا ليا سؤال لسه لا 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 ما أنا أديتك حلول يا ابني. حلول في إيه؟ أديتك ثلاث احتمالات. في سؤال إيه في بتاعت نوبل دي؟ لا لا والله مفيش اختيارات. مفيش اختيارات أنا جبتهم لك من دماغي. أه والله أه والله. أنت قلت؟ أه لفت لك لوحدي. ماشي علي يلا. ما هي سرعة تحليق الذبابة؟ ما هي سرعة تحليق الذبابة؟ تحليق؟ اه يعني الجري بتاعها ده تحليق النفس نفس تحليق علي معلوم بالظبط صح؟ طب في اختيارات طيب قول اختيارات خليك جدع اديك ارقام يعني؟ أول 10 ميل في الساعة 15 وخمسة ميل في الساعة وانت اختار بقى 5 10 15 وخمسة خلينا في ايه كام نايت تاني خلينا في النص يبقى 10 انا عامل لك 5 يا علي بص ارجع لي 5 ده بس انت عامل لك 5 خلاص نعمل ستوب نرجع تاني هما 5 استنى استنى لا خلاص يلا عم نمشي نمشي طب نشكر الجمهور طيب شكرا شكرا ان شاء الله نكون عند حسن الظن لا لا بجد علي نشكركم على المتابعة وحسن الحسن لا شكرا على المتابعة وإن شاء الله نقابله بعد ما نتوج بالألقاب إن شاء الله إن شاء الله حلو حلو يلا باي.